العسكرية عبد العزيز بوتفليقة. ومع ثاني أيام هذه الزيارة بدأت تلوح في الأفق بوادر تعاون على جميع المستويات وشراكة عنوانها الأبرز المجالين الأمني والاقتصادي. هذه الزيارة علاوة على ما ظهر منها من جوانب بروتوكولية رسمية دارت خلالها جلسات ثنائية مغلقة يبدو أنها كانت أمنية واقتصادية بامتياز في انتظار تدعيمها في اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأسبوع القادم في تونس. فكرة أشمل عن تفاصيل هذه الزيارة مع مراسلتنا من الجزائر ريم أيتجرين. هكذا استقبلت الجزائر رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في أول زيارة له خارج البلاد بعد توليه مقاليد رئاسة الحكومة المؤقتة تعبيرا عن ارتياحها لنجاح العملية الديمقراطية في تونس. الحفاوة الكبيرة من كبار المسؤولين، كل المسؤولين اللي تلقيتها والاهتمام الكبير والفرحة اللي لقيتها عندهم زادة بإتمام المسارات في تونس وانفجراج الأزمة السياسية، وقيتهم واثقين في مستقبل تونس واثقين في التعاون اللي إن شاء الله يتم يمشي من حسن إلى أحسن. كما حظي رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة باستقبال خاص من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مقر إقامته، إذ عبر عن ارتياحه للتوافق الذي تم تحقيقه على الساحة السياسية التونسية، معربا عن وقوف الجزائر الدائم إلى جانب تونس. يشرفني يقبلني فخامة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهذه بالنسبة لي يعني فرصة سعيدة وكبيرة لقيمة هذا الرجل يعني في المنطقة ولي معرفته بالشأن التونسي والشأن الإقليمي والعالمي، وكذلك لوقوفه ديما بجانب شقيقة تونس شقيقة الجزائر تونس. الزيارة التي تخللتها جلسة ثنائية مغلقة للتشاور بين الطرفين كانت فرصة للوقوف على أحد أكبر المركبات الصناعية في الجزائر لتصنيع السيارات الثقيلة من مركبات صناعية وأخرى مخصصة للأجهزة الأمنية. ومن التعليمات من طرف الحكومتين باش وزراء الصحة وزراء الصناعة لكل بلدين يجتمعوا باش نحاولوا ندرسوا كيفية الشراكة، وكما تفضل السيد رئيس الحكومة وكان تكامل كبير بين الاقتصاد الجزائري والاقتصاد التونسي. هذا ولم يغفل رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وضع الإكليل وتلاوة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الثورة التحريرية الجزائرية التي اختلطت فيها دماء التونسيين بأشقائهم الجزائريين في أحداث ساقية سيدي يوسف. ومن المقرر أن يعلن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي سيعقد الأسبوع القادم في تونس عن العديد من القرارات المصيرية المشتركة بين البلدين. من داخل إقامة الدولة، ريم أيتجرين، التلفزة الوطنية التونسية، الجزائر.